حاب تشحن ألعابك المفضلة بدون ما حدا يقلك حمل هالتطبيق وهالتطبيق وبالأخير كلاته حكي فاضي؟ خدمة جوجل بوينت هي خدمة رسمية بتقدمها شركة جوجل، وعن طريقها فيك تشحن أي لعبة بتحبها مجانا. فبهذا المقطع اللي ما حتجاوز 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير لحل ما كيف تشترك بطريقة صحيحة بالخدمة لحتى تحصل أكثر كمية من النقاط بدون ما تواجهك مشكلة طريقة الدفع هي غير صالحة، أو مشكلة الانضمام، أو حتى مشكلة الجائزة الأسبوعية. بالنسبة للمتابعين القادمين بتمنى تكتبوا أي تعليق حلو تحت بالتعليقات عشان أي واحد جديد دخل على قناة يعرف كمية المصداقية اللي بيناتنا. فيب لا بطول عليكم هلأ ويلا نبدأ. اوكي هلا احنا خلصنا من المقدمه ورح نبدا بالشرح. طبعا يا شباب من فوائد هاي الطريقه انك انت ما حتواجه اي مشكله بالدفع ابدا، تمام؟ غير انه في يوتيوبر بشرحوها ولكن في مشاكل يعني، ومن ضمن المشاكل هي طريقه الدفع، تمام؟ طيب خلينا شباب هلا ندخل اول شيء على الفي بي ان. اي في بي ان عندك مش مشكله كلياته شغال، ولكن انا حستخدم هذا الفي بي ان وانت تستخدمه احسن لك. طيب حندخل عليه بعدين نحط امريكا ونعمل اتصال، حيطلع لك اعلان بسيط بتخلصه بعدين بتعمل اكس. طيب بعدين نطلع ومنروح على الاعدادات. طيب هلا حبه حبه بنروح على اضافه حساب، نعمل اضافه حساب جوجل، تمام؟ نعمل اضافه حساب. طيب بنحط هلا يا شباب رمز التلفون او البصمه، بنعمل انشاء حساب وبنعمل استخدامي الشخصي، تمام؟ هاي اول كبسه. طيب بعدين بنحط الاسم بالانجليزي افضل بكثير، حط اي اشي خبابيص، اهم اشي يكون بالانجليزي. طيب نحط لا اي يوم اي تاريخ اي اشي عشان ما اطول عليكم، حط اعمل هيك اي اشي، حط اي جنس مش مشكلة. طيب بعدين هلا شباب شايفين احط هذا الحساب، ما غطي عليه الفيديو، الحساب حيضل ظاهر طول الفيديو ما غطي عليه. طيب نحط لا شباب هلا الباسورد مثل ما كم شايفين هي انا انشأت حساب. طيب هلا مسوي خطوة جدا مهمة بعد ما نعمل موافق، تمام؟ طبعا لازم تكون مشغل في بي ان، هاي اهم خطوه لازم يكون في شيء فيها مشغل في بي ان. اذا طفى معك الفي بي ان راحت عليك، لازم ترجع تسوي حساب جديد. طيب بعدين شباب بنروح على المتجر، وبنروح لا قبل المتجر شباب لازم يكون عندك هذا التطبيق، تمام؟ رابطه طبعا بالوصف، تحمل نسخه انا حط لك اياها بالوصف فقط، لا تحمل اي نسخه ثانيه، تمام؟ طيب طبعا بالوصف او بالتعليقات، تمام؟ انا سويت حساب فيها من قبل فهعمل حذف بيانات. بعدين نرجع ندخل عليها كمان مره، تمام؟ النسخة اللي تحت بالوصف فقط أو بأول تعليق. بعدين نعمل كومبليت بروفايل، شايفينها؟ طيب نعمل كومبليت بروفايل، بعدين نعمل أد موني، شايفها تبع الأد. بعدين بتعمل الولايات المتحدة، تأكد أنه الولايات المتحدة. إذا طلع لك أي دولة تاني أعرف أنك أنت مشغل في بي إن خطأ، تمام؟ أو في بي إنك ضعيف، فاستخدم هذا البي إن تبعي فقط. طيب بعدين بقول لك هون مثل ما شايف سكسسفول يعني نجح، نطلع نرجع ندخل وصار تحت طلع وهنا هاي لك حطلع عليها صح يعني خلاص تمام. طيب بعدين بنطلع يا شباب بنروح للمتجر ونعمل له حذف بيانات. اوكي شو بنعمل للمتجر؟ حذف بيانات لازم تسويها ضروري، تخزين بعدين حذف، تمام؟ بعدين بنطلع وبنرجع للمتجر. طيب بعدين بنحط الحساب شباب. اوكي مثل ما كم شايفين شباب هاي الحساب نفسه عشان ما حدا يقول لي غيرت او اشي، هاي كله ظاهر قدامك. ندخل الحساب بعدين بنروح لل مثل ما شايف هاي خدمة جوجل بوينت. إذا بتعمل اشتراك بقول لك هون انضم مجانا، بقول لك لازم لك فيزا، تمام؟ أو أي اشي يكون في معك في مصاري. نحن طبعا طريقنا مجانية ما حستخدم أي فيزا طبعا بس وهمية، تمام؟ بنجيبها بطريقة مجانية حالا نكون هلا كيف. طيب ندخل على المتجر بس، وبعدين بنروح على إعدادات الدفع، بعدين بنروح على طرق الدفع، وبعدين ننزل تحت يا شباب ثواني بس يفتح معنا هون إعدادات الدفع الأخرى نكبس عليها، بعدين نروح على كروم. طيب بعدين ندخل ثلاث نقاط، بعدين نضغط على الاعدادات ونختار الحساب اللي احنا اشتركنا فيه، تمام؟ بتعمل تسجيل خروج من حسابك القديم، وبتعمل تسجيل دخول لحسابك الجديد مثل ما شايف، تطلع وترجع تدخل المتجر وترجع تضغط على اعداد الدفع، تضغط كروم طبعا او اي متصفح ثاني مش مشكله، اهم شيء يكون في عندك حسابك اللي انت هلا سويته جديد. تعمل اثبات هويه، طبعا اثبات الهوية عن طريق البصمة، بصمة اللي انت حاطها على التليفون او رمز التليفون نفسه. طيب مثل ما شايف فتح معك، بعدين بتضغط على اللي هو الثلاث نقاط، بعدين بتروح على اعدادات الاعدادات تحت، بعدين ركز معي شوي هون ثواني. طيب نزل تحت شباب، ننزل للعنوان،
تمام، بكون كاتبك هو الولايات المتحدة. انت لا بتكتب بالعنوان اول سطر، العنوان اول لوس انجلوس، تنزل تحت لوس انجلوس، ركز معي نفس الان بكتبه فقط تمام، حط لوس انجلوس ولوس انجلوس، بعدين حط كاليفورنيا هون. اذا حطيت اي شيء ثاني حيحط لك غلط بطريقة الدفع و حتخرب الحساب تمام. فقط حط الان بحط لك اياهم هدول لوس انجلوس، وتحت لوس انجلوس، وهون كاليفورنيا، وهون رمز بريدي هذا، بس هيك تمام. يعني لا تحاول تشوف عند يوتيوبر تانيين وتروح تحطه، لا خلاص هذا افضل عنوان بيشتغل معك على كل شيء تمام، على مسؤوليتي الشخصية. طيب تعمل حفظ كمان مرة تمام. بعدين هلا يا شباب نروح نجيب الفيزا الوهمية. كيف نجيب الفيزا الوهمية يا سنار؟ بسيط جدا، هتلاقي التطبيق رابطه بالوصف تمام، التطبيق رابطه بالوصف، فقط الرابطه بالوصف، لا تروح تحمل اي تطبيق ثاني تمام، لانه مش موجود على متجر بلاي. طيب ندخل عليه، اوكي شباب نضغط هاي بالنص، بعدين نحط على بين، بنحط البين هاد خمال التالي، بعمل جنريت وبناخد اول واحد او اي شيء يعني. طيب بعدين بنضغط على ثلاث نقاط، بنضغط على طرق الدفع تمام، نعمل هون شباب اضافة، ركز مع شوي بس ثواني، حط اضافة بطاقة ائتمان، حط رقم بطاقة، طلق عامل لصق. طيب هلا هون شباب نكتب 0000 ثلاث صفار، السنة 28 مثلا، وهون 01 تمام، ما تفرق كثير، متأكد ان نفس المعلومات هدول لوس انجلوس وهيك شغلات. نعمل حفظ، حيقول لك تم بنجاح، اذا لك ما تم بنجاح عندك انت واحدة من هالمشاكل، يا انك الـ VPN عندك طفى، او انه انت ما طبقت خطوات معي خطوة خطوة. طيب بعدين نضغط على المتجر تمام، نحط الحساب طبعا، ونروح على هلا ثواني، نروح على طرق الدفع كمان مرة، طرق الدفع واشتراكات، نضغط كمان مرة فوق تمام، اي هيك صبت معك. طيب نطلع ونرجع على جوجل بوينت تمام، وبنعمل اشتراك، هيك احنا دخلنا على جوجل بوينت وصار حسابك امريكي لمدة مفتوحة تمام، لمدة لا نهائية، خلاص انت هيك حسابك امريكي دائم. طيب بس لو رحت لجائزة اسبوعية هتلاقيها مقفولة عندك. طيب كيف طلعها بأسهل طريقة بدون ما تحتاج فيزا حقيقية؟ فأوكي كيف نطلع جائزة اسبوعية؟ طريقة جدا سهلة، ما بتحتاج لا فيزا حقيقية ولا اشي تمام، وطبعا ما بتحتاج اي نقود، طريقة مجانية. ندخل لشباب هلا، نخليهم بجوجل بلاي، حنحتاج يا شباب تطبيق يكون فيه اشتراك لمدة مجانية، مثلا اشتراك لمدة 7 ايام 3 ايام مثل هيك شغلات، فنحن رح نعمل اشتراك بتطبيقين تمام، بس نعمل اشتراك بحد التطبيقين حيكون جائزة اسبوعية فاتحة. طيب سنار هلا من وين حنجيب التطبيقين؟ افضل اشي يا شباب انه اجيب لك اشتراكات مجانية، اللي هو في بي انات، الفي بي انات تعطي اشتراكات كثير كثير تمام. ففي عندك هذا اول في بي ان، هذا في بي ان بيعطي اشتراك مجاني، في عندك كثير في بي انات بصراحة، معي ما حستعرضهم كلياتهم. اوكي شباب جوجل ون تمام، عشان ما اطول عليكم، فيك تحول فيه حسابك ذهبي مثل ما انت شايف، لو تشترك باحد هذول العروض بكون حاط لك $0. انا شباب حاليا مو هدفي اني احوله ذهبي تمام، هدفي فقط انه اعمل اشتراك بتطبيق، انه انا اشتركت من قبل بفي بي انات، فهلا ما عاد لاقي اي في بي ان عندي اشتراك فيه. اوكي شباب مثل ما انتم شايفين هاي اشتراك معي تمام، نعمل لا شكرا لا شكرا. اذا حط لك خطا بطريقه الدفع اعرف انك انت في اشي ما سويته تمام. اوكي هيك طبعا بتحول انت حسابك ذهبي على طول، بدك معلومات زياده في فيديو تاني هتلاقي بالوصف كيف تحول حسابك ذهبي تمام، انا ما حشرحه ابدا حاليا لانه شرحت من قبل. طيب رح اشترك هلا شباب بتطبيق ثاني، في عندنا هذا التطبيق تمام، فحمل بدأت الفترة المجانية، نعمل اشتراك. اوكي بقلك جاري معالجة، بقلك تم، اذا ما قلك تم انت عامل اشي غلط تمام، حاطط معلومات خاطئة، في بي ان تبعك طفى، مثل هاي كل شيء هذا كله بأثر تمام، كل هذا بأثر. اوكي احنا هيك اشتركنا بالتطبيقين، بعدين ندخل على المتجر. اوكي شباب وقف معي التصوير. طيب مش مشكلة، هلا لو دخلت الحساب خلينا نشوف اذا فعل معي جائزة اسبوعية ولا لا، نروح على المزايا. اوكي ما دفعت معي جائزة اسبوعية، اتوقع بعرف ليش، لانه صارت معي قبلها مرة. روح هون عند اوكي المايك ايوه. طيب شوف روح اشتراكات، طلع انا مش مفعل الا اشتراك واحد، لازم اشتراكين،
من شوي اشتركت شباب بالتطبيق ولكن بحساب ثاني، فلا لازم نفس الحساب. طيب هلا في عنا تطبيق ثاني، خلينا نجربه. عندي شباب هذا التطبيق، فلو عملت اشتراك هون شوف فترة مجانية فترة تجريبية. تمام، احنا هي بدناها، نعمل اشتراك. بسم الله الحمد لله رب العالمين. فهلا لو دخلت الحساب كمان مرة حيزبط معي ان شاء الله. نرجع نشوف اشتراكات، يب صار هيك اثنين، شاف كيف؟ فهلا ان شاء الله حيزبط معي كلياته، يعني مش مشكلة عظيمة، لكن في كتير ناس ما بتقولها، شايفين كيف؟ شايف كيف؟ هيك تزبط معك. بس في كتير ناس شباب ما بنتبهوا لهي المشكلة، فبقولوا اوه ما زبطت معي. لا يا اخوي لا، هي مش هيك الحياة، الحياة بس انك انتبه شوي، بس انك انت عم تشترك بالحساب صح. خلص اوكي شباب، انت هيك تعلمت كيف تسوي حساب امريكي دائم، زائد كيف تجمع فيه نقاط. طبعا طريقة تجميع النقاط عندك طريقتين، طرق مجانية. الطريقة الأولى هون يكون في عندك ألعاب، تمام، بتحملهم وبعتوك لهم نقاط، تمام، ولكن هي الطريقة لازم يكون حسابك قديم. طيب لازم يكون فوق الشهرين، هيك شيء ما بعرف بصراحة. في كتير ناس عم يسألوني قديش لازم يكون، بس أنا ما بعرف بصراحة، إن هو أصلا ما في وقت محدد يعني حتى يظهر هدول الألعاب، يعني بدك فوق شهرين ثلاث يمكن سنة هيك شيء. طيب ولكن أنت بتعتمد على جائزة أسبوعية، هي جائزة أسبوعية، هي بتعطيك ما يقارب 100 نقطة، تمام، لو كان حسابك البرونزي، تمام، لو كان حسابك برونزي. لو كان حسابك ذهبي حاطيك 1000 و10000، أنا في كتير مرات طلعت 10000 نقطة، تمام، كتير كتير كتير، يعني شي 3 مرات أو 4 مرات بنفس الحساب، تمام. فبعد ما تجمع النقاط ترجع هون على استخدام، بعدين تروح على رصيد جوجل بلاي، شايفه؟ طيب هلأ هون رصيد جوجل بلاي فيك تشحن فيه عن طريق عن طريقه هاد أي لعبة، تمام. طبعا $1 ب 100 نقطة بتشتريها، وبتروح تدخل أي لعبة بدك إياها وبتشتري فيها أي $1، تمام؟ ما حتواجهك أي مشكلة، ما فيش داعي نشرحها كمان يعني. طيب وبالنسبة للقسائم كمان بسيطة جدا، القسائم بتكون أرخص، تمام؟ فمثل ما شايف هي $10 ب 750 نقطة، أرخص بكثير. فيك بس كيف تستخدمها؟ بس أدخل على اللعبة وبقلك بس تشتري شغلة مثلا ب $10، بقلك بدك تستخدم القسيمة، بتحكي له نعم وخلص بتشترك. فس بس يعني اوكي لاكتي. السلام عليكم يا شباب، بتمنى يا شباب لو زبط معكم كلياتكم، ومتاكد 100% انها تزبط معكم، فبتمنى تحطوا لايك واشتراك يا شباب. اوه يلا سلام.